لم تنتهي تلك اليد الخفية من الهيمنة على الأراضي السكنية والسيطرة عليها بطرق ملتوية، بل إنها وصلت لبيوت الطاعة والمساجد الدينية في المدينة بالرغم من وجود سندات رسمية وإجازة بناء لهذا المسجد منذ أكثر من 19 عاما. يندل المزورين وماخذ مفرزة ورايح للمزورين يندلهم ويخصهم. الآن موجود بالادعاء العام بمحكمة كربلاء يقول أنا أي شيء ما علي ولا أي دخل إليه، وهو التزوير من يمه. احنا ليس مغفلين، احنا مشترين ودافعين فلوس وباصمين ومكملين، وإجازة بناء هذا عندنا إجازة بناء صادرة بال2007 أنه إحنا شيدنا جامع وكل العالم تدري. سندات رسمية يحملها ملاك هذا المسجد في المنطقة إلا أنها لا تجدي نفعا، حيث اجتمع الأهالي اليوم مطالبين الجهات الحكومية بتشكيل لجان مختصة بالكشف عن الأوراق المزورة في مديرية التسجيل العقاري وبيان أحقيتهم في ملكية هذا المسجد. أن القضية قضية هي شائكة وبها ملابسات كثيرة جدا، كثيرة بها ملابسات. الناس مشترين بطريقة قانونية بحتة، زين سند، مستلمين سند 25 من شخص، عدى سند 25 من شخص ثالث، عدى سند 25، بعدين من يجيهم طرف رابع ويقول لهم هذا بتزوير ويثبت على هاي القضية، هم ما دخلوا في مجال المغفلين والقانون لا يحمل المغفلين. هم ناس واعين ودارين بالقانون وبحقية القانون. هذا الجامع شيد بسند رسمي وبأصول قوانين أصولية وإجازة بناء. نجي هنا يم بهذا الجامع محافل بولادة الأئمة الطاهرين، بوفيات، بالمناسبات الدينية، دروس قرآنية. حادثة غريبة شهدتها محافظة كربلاء وضعت من خلالها السلطات المحلية في موقف محرج، ما لم تتدخل لحل هذه المشكلة وإرجاء حقوق هؤلاء الأهالي. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.